تلك الأرقام المخيفة تدق ناقوس الخطر، وهنا تأتي مبادرة دبي التي تحمل عنوان عام الخير. وقد استهلتها دبي بفكرة بنك الإمارات للطعام، وهي منظومة عمل خيرية بشراكة مع مجموعة الجميرة الفندقية ومركز دبي التجاري العالمي ومجموعة ماجد الفطيم وعدد من الفنادق والمصانع الغذائية. وفكرة البنك هي جمع المواد الغذائية الطازجة والمعلبة التي تفيض عن حاجة المؤسسات العاملة في مجال الغذاء وإعادة تخزينها، ثم توزيعها على المحتاجين داخل وخارج الدولة، وذلك عبر شبكة من مؤسسات النفع العام. وسوف يتم إنشاء فروع للبنك في المناطق المنكوبة ومخيمات اللجوء والأماكن الأقل حظاً في العالم. وسوف توفر تلك المبادرة نحو 13 مليار درهم سنوياً من المواد الغذائية الفائضة، وهي ليست الفكرة الأولى من نوعها، إذ سبق أن قامت عدد من الدول بإطلاق تلك الفكرة، ومنها بنك الطعام المصري وبنك مشكور السعودي.